فخلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج من مشعر منى، حيث يشعرون في رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، ويتوجه الحجاج لمنطقة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحجاج طوال أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع البنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة، في السابعة هيلتقي الإسماعيلي مع إمبي، في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع المصري. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب رومانيا مع منتخب أوكرانيا في الرابعة عصراً، وفي السابعة مساءً هيلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب سلوفاكيا، وفي العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب النمسا مع منتخب فرنسا.